اهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بافضل صحة وخير وسلامة. النهاردة هنتكلم يعني ايه قلش الحمام او موسم قلش الحمام. هي مرحلة تغيير الريش، يعني الحمام بيجدد ريشه، بيوقع الريش اللي هو عليه بيستبدله بريش جديد. فانت لو مبتدئ في تربية الحمام ما تتخضش لو لقيت في اجزاء من الرقبة او الجنح او الراس منتوف في الحمامة. ومش شرط كل الحمام عندك يقلش، ومش شرط برضو ان يبقى من شهر 7 لـ 9، هو معظمه بيبقى من 7 لـ 9، لكن ممكن يقلش في اي وقت خلال السنة. وزي ما قلت مش شرط كل الحمام يقلش، في حمام ممكن يقلش وحمام ما يقلش. طب تعمل ايه لو عندك حالة او كذا حالة من حالات القلش؟ هي مرحلة صعبة بتبقى على الحمامة، فاهتمامك بيبقى مكثف، بمعنى ان انت هتهتم بالتغذية، يعني الكلفة لازم تبقى كلفة نظيفة، كلفة متوازنة فيها كل العناصر الغذائية، لان في الوقت دوت بيبقى الحمام منهك او مناعته ضعيفة، فاحنا محتاجين ان احنا نغذيه كويس. كمان ما يخلاش من التحديق، حط تحديق باستمرار، جيب قالب طوب دقه حطه لهم، جيب جير مطفي حطه لهم، ده بيساعد كمان على تقوية جهاز المناعة للحمام. ولازم تعرض الحمام باستمرار للشمس، لان اشعة الشمس بتبقى غنية فيتامين دال 3، ودوت بدوره بيساعد على تسريع عملية القلش للحمام. بالنسبة لتكثيفك بقى او انت دورك ايه، هتنظف باستمرار الريش، لان الريش بيبقى محمل بالجراثيم والميكروبات، فما تخليش ريش متناثر او موجود، يعني يوميا تنظف لو في اي ريش متواجد في المكان. كمان هتهتم بالمية جدا في نظافتها، يعني هتغيرها باستمرار كمان، وتحاول تزود الفول لانه غني بالبروتينات، لان ريش الحمام لما بيقع ويتجدد بيفقد جزء من البروتين. ولازم تعوض دوت بالبقوليات اللي غنية بالبروتين، او ممكن تدي ادوية بروتين، بس يعني انا ما بديش طول ما موجودة الشمس وموجود التغذية السليمة وتغييرك للمية، مش هتحتاج تدي اي اضافات تانية. بالنسبة في مربيين للحمام بيعزلوا اي ذكر وانتاية في فترة القلش، بس في الحقيقة انا ما بعملش كده، لاني انت لو اهتميت بالحاجات اللي احنا قلناها دي كلها مش هتحتاج ان انت تعزل، وممكن الحمام يبيض او يخصب عادي طول ما انت مراعي الحاجات دي وهو في مرحلة القلش. وعلى الرغم ان فترة القلش بتبقى صعبة للحمام، الا انها مفيدة جدا، لانها بتعمل على تنظيف جسم الحمام، يعني بتغيير الريش بيتخلص من اي سموم موجودة في الجلد الميت اللي موجودة تحت الريش. كمان الريش اللي بيتجدد بيبقى اكتر لمعان. كمان لو موجود اي حشرات داخل الريش بتجديده للريش بيتخلص من الحشرات اللي موجودة في جسمه، زي مثلا السوس او الدبان. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو في اي معلومة حابين تعرفوها ياريت تكتبولي في التعليقات. مع السلامة.